أنا بدخل على السوبر ماركت يعني بعد اللي في جيبتي وبحسب باستمرار إنهم مش رايحين يكفوا، وهذا ممكن وضعي أنا أحسن من غيري، لكن عائلات كثيرة للأمانة وضعهم صعب وصعب كثير، وبفكروا مليون مرة قبل ما يشتروا ربطتين خبز. عندنا هون في البلد مش مراعيين ظروف الناس والمستهلك يعني أسعار بترتفع، فيش رقابة على الأسعار على المواد الموجودة هان، وفيش حماية للمستهلك نفسه، هنا ما حدا بيحمي للمستهلك، يعني بيرفعوا البنزين على سبيل المثال. ليش؟ لأنه في إسرائيل ارتفع. عمارة حلايا بطيخ، فلوسك ولا تضيع فلوسك. أول شيء شكرا أنك سمحت لنا نصور المحلات لك. ثاني شيء we have to raise our VAT from 15 to 16. This is one percentage point. Maybe it is insignificant, but it means for people who have limited salary and who spend most of their income on food, means something that this will affect their purchasing power.